اهلا بحضراتكم من جديد بكمين حوارنا مع كابتن محمد مسال حميدو. كابتن، هنتكلم عن ملف المحترفين، كيف يدار ملف المحترفين خاصة في الكرة الطائرة رجال في النادي الاهلي؟ انا اولا بيجي لي طبعا عدد كبير جدا من المحترفين، ببتدي بشوف اولا احتياجاتي ايه. انا احتياجاتي مركزك ايه؟ مركز احتياجاتي إيه؟ يعني انا السنه اللي فاتت مثلا احتجت نتيجه اصابه 3 لعيبه في مركز 3، احتجت لعيب مركز 3، لكن في مركز 4 بالذات حساس جدا، حساس مهم جدا. بيجي لي طبعا سيفيهات كتير جدا وماتشات كتير جدا، ببتدي بديها للمحلل يحللها. بيجي لك ماتش ولا هايلايتس؟ لا، ماتشات. ماتشات. انت ماتشات. ما بتاخدش بالهايلايتس؟ لا لا، ماتشات. ببتدي بنحللها واحده واحده كده ونشوفه. وبيجي مثلا طبعا في محترفين كتير جدا ما بيقبلوش يجي تحت الاختبار خالص. عايز جارانتي؟ لا، على طول. مفيش تراي اوت. بالظبط. فاول سنه ليا كان رسلان اوكراني، ولد كان كويس جدا جدا، عمل اللي عليه وزياده، بس هو كان انطوائي، ما كانش منسجم مع اللعيبه. ده كان بيركب موتوسيكلات يعني؟ كان يعني كان كويس جدا وكان مؤثر في الفرقه. تاني سنه جبنا الدولي شكري الجويني، كان مؤثر معانا. شكري الجويني كان كويس جدا، بس في الاخر جاله اصابه تقريبا، او كانت ركبته يعني مش سليمه 100%. بس كمل معانا الموسم. بس ما كانش فت 100%. تالت سنه جالنا روسي، وانا اعترف ان هو كان دون المستوى. سيرجي. رابع سنه جالنا جيسون، كان اخترته طبعا من ضمن ناس كتير جدا، يعني بقول لك منتخب كندا عاشر العالم، وهو كان كويس جدا. قلت لك مهاراته كانت كويسه جدا، لكنه بالبلدي كده ما كانش جدع، ما سدش يعني. واللعيبه يعني اللعيب ما انسجموش. مش هقول ما كانش فيه فرقه الطايره يعني، معروف. لا لا، في فرق ما بين انسجام ان انا اخش جوه الفرقه، وفي ان انا يعني لا مش منسجم، ما كانش منسجم خلاص، ولا خلاص. مش هيلعب. مش هيأدي. ثالث سنه، السنه اللي فاتت دي جبنا رايموند، ولد كان منسجم جدا مع الفرقه، والفرقه كانت هم الاثنين بصراحه، هو وكريزمير. لما لف المحترفين السنه دي ان شاء الله، اتمنى ان هو الناس بس ان هو ينسجم. لو اللعيب الامريكي انسجم مع الفرقه، والفرقه انسجمت معاه، هيبقى طبعا طبعا ماتشين كانوا صعبين جدا جدا. الماتش الاولاني بالذات كان صعب جدا، ان احنا كنا مطالبين ان احنا لازم نكسب. لو خسرنا كنا بره المنافسه. الحمد لله يعني. فاذا انت يعني ينقصنا الانسجام مع المحترف الجديد، هو بس باذن الله. بس انا باللي حضرتك بتحكي عليه ده، هو يمكن شخصيه يعني اسريه عائليه، بيحب الاسره، فهتلاقيه يحب يخش جوه كيان. هو مبدئيا كده يعني، انا لما كلمته طبعا يعني على الواتس وكده، يعني حبوب يعني جدا. وهم الامريكان يعني فعلا، مش الناس اللي عندهم اللحيه الاجتماعيه جيده جدا.